هتروحوا فين من ربنا؟ انتي متصورة الفيديو ده جوه بيتي، انتي صورتي في بيتي من ورايا، انتي سبتيني نزلت تحت مش فاكرة اصلي ولا اعمل ايه، وخدتي الجايزة اتصورتي بيها في بيتي من ورايا، وطلعتي الفيديو على السوشيال ميديا، ولما اجي اقفله تقولي فين ربنا؟ 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 مش عايزة بيتي يطلع على السوشيال ميديا، انتي اتصورتي في بيتي من ورايا. ولا ما حصلش؟ ولا ده مش بيتي اللي في الفيديو ده؟ انا زعلانة ان انا دافعت عنك في يوم من الايام، ومتضايقة من نفسي جدا 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 جدا، وانت او اي حد هيدعمك في الافتراء وفي التشهير وفي وفي الاهانه اللي انت تسببتي فيها ليا منه لله. واوعي تفتكري ان حسبي الله ونعم الوكيل دي قليله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي اي حد دعمك، شويه صحابك اللي انت لماهم يدخلوا على الاكونتات بتاعتي يحطوا مسجز، انت رديتي كل الخير بشر، ورديتي كل الاصل بقله اصل، ورديتي كل حاجه خير اتعملت لك بشر، من تهديد وابتزاز وتشهير مين قال لك مش هنديها؟ مين قال لك ان الفلوس القليله قوي اللي ليكي مش هتغطيها؟ وانت ماشيه الانتاج قال لك يوم 7 حاجات بسيطة، مش عارفة 4 يعني ولا حاجة، مفيش عشرينات ولا حاجات دي عايزة تاخد تمن الشهر الجديد. يعني احنا معانا الوصل بتاع شهر 9 ماضي عليه باسمها واخد 24,000 جنيه، والجديد احنا مش لنا يوم 16 ولا 17، كان في منهم 3 حلقات ما طلعناهمش عشان ماتش وعشان مش عارفة ايه وعشان ايه، فهي طلعت مثلا اسبوع ونص، 5 حلقات مثلا او 4 حلقات، لان في 3 حلقات من الشهر اللي قبليه ما طلعتهمش، فليها حاجات بسيطه جدا. فالانتاج قال لها يوم 7 ان شاء الله على الصفحه تشوفوا كام فيديو ليا، وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. فعلا انا وحشه قوي لما طلعت. مش غريبة شوية يا جماعة انا من 10 ايام اطلع اقول شكرا انك رجعت لي ثقتي بنفسي، شكرا ان انت بعد ما تشوهت قدرتي تدريلي التشويه، شكرا ان انت كنت موجودة وربنا بعتك رزق ليا. انا قلت كده. نفس الشخصية اللي هتطلع تشكرك قدام الناس كلها وانت واخدة فيديوهات عاملة بيها اعلانات قد كده، وقلتي انا رفعت العروسة من 4000 ل 6000 جنيه، يا رب تكوني بتسددي ضرائب بس على كل ده، ومن ساعة ما نزلت الفيديوهات وانا رفعت اسعار العرايس وانا بعد كل ده تكلميني بالطريقة دي وتقولي علينا ظلمة، وتقفي تزعقي في القناة، ده بالكاميرا موجود، وتبعتلنا رسائل كلها. انا بس متضايقة جدا جدا جدا، عشان فعلا خير انت تعمل شر انت على السوشيال ميديا، وهعمل وهعمل وهعمل، وكلمتي فعلا صحفيين، والفيديو بتاعك اللايف مبعوت على واتساب شركات عشان توزعه، السكرين شوت عندي. ايه ده؟ قلت للهوا ما بسيبش ابني؟ انا مالي بتسيبي عيالك؟ انت عايزه تجيبي عيالك الهوا؟ انا بقعد لغايه الساعه 1 بالليل، مش حقيقي. مش حقيقي. وقت خروجك من المدينه موجود، انت بتطلعي الهوا وتاخدي الفيديو اللي انت عايزاه اللي هتطلعي بعد الحلقه تحطيه تستغليني بيه. وتقولي
عايزة حاجة مني أقول لك حبيبتي، مع السلامة. كان واضح قد ايه انا كنت بحب اشتغل مع حضرتك، وكنت مبسوطه بالفايبس ومن الفيديوهات بتاعت الميك اب اللي بيني وبين حضرتك. الناس اللي عماله تعترض على الاجر، على الاجر، الاجر ده يعني انا اتس مدام ريهام سعيد، يعني براند نيم، فاكيد اكيد لو كنت ساكنه كمان جنب المدينه ما كنتش خدت فلوس اصلا ولا جنيه. بس انا عشان الراجل بس ليه عندي فلوس كتير، ليه عندي 10,000 جنيه مثلا، تمن ال10 حلقات اللي هو وصلني فيهم مدينه الانتاج، فانا عشان كده بس طلبت فلوس الراجل كمان. يعني كنت كمان مش عايزه ابقى مديونه بفلوس للراجل. بس شكرا على كل الناس الجميله اللطيفه اللي زعلت قوي ان انا ليا حق وما اخدتوش. وبالتوفيق حبيبتي لحضرتك وللمكان الجديد، وربنا يا رب يساعدك.